معنا الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا مرحب بكل الحضور، بكل الطلبه اللي بيدرسوا في السودان، مرحب بكم في بلدكم الثاني السودان، واكيد انتم ابناء واخوان لينا وشعب الصومال. انا ما عايز اتكلم عن علاقه السودان وعلاقه شعب الصومال لانها علاقه يعني منذ الازل، فالفنون هي دائما هي لغة التواصل بين الشعوب. وأنا فخورة جدا، فخورة جدا إنه على جميع صفحاتي عندي جمهور كبير من الشعب الصومالي. أنا كمان قاعد أحب الشعب الصومالي وبرتدي كثير من الأزياء الصومالية. بحبكم بعاداتكم وبتقاليدكم اللي هي بتشبه تقاليدنا السودانية، ونحن في نهاية إجمعنا الإسلام والخوة وأمنا أفريقيا. فأنا سعيدة وشكرا كثير على الدعوة اللي انتم قدمتوها لي اليوم. أكيد يعني مبسوطة جدا جدا باليوم ده، وإن شاء الله يعني نكون خفيفين عليكم واحتضروا ندى اخوتكم الكبيره وامكم كمان فضلا، وبيتي فاتح لكم كمان كطلبه، انتم موجودين تحتضروا انتم في غربه، رغم ان السودان ما غربه، هو بيتكم الثاني وبلدكم الثاني. فمتى ما احتجتوا ندى انا تلقوني تحت امركم ان شاء الله، وانتظروني غريبا في الصومال. Thank you.